بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. عظم الله أجوركم أعزائي المشاهدين بذكرى وفاة أبي طالب مؤمن قريش سلام الله عليه، وتقبل الله إن شاء الله صيامكم وقيامكم وركوعكم وسجودكم. يسعدني أن ألتقي معكم في ليلة رمضانية مباركة جديدة من الليالي الرمضانية، ودائما ضيفي سماحة الشيخ ياسر الحبيب. مساك الله بالخير سماحة الشيخ، وتقبل الله طاعاتكم إن شاء الله. مساكم الله بالخيرات، بارك الله بكم. أعزائي المشاهدين، كما تعودنا إن شاء الله يبدأ سماحة الشيخ إن شاء الله بطرح ورقة بحث، وبعدها نتلقى الأسئلة والاستفسارات والمناقشة. ونحب أن نوجه أو نلفت نظر الإخوة، نحب أن تكون الأسئلة والمناقشة في ورقة البحث التي سيطرحها سماحة الشيخ، كما نتقبل اتصالات البكرية وكذلك الوهابية جميعا، ونعطيهم فرصة كاملة للمناقشة. تفضل سماحة الشيخ. أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين. بادئ ذي بدء في هذه الليلة، وهي ليلة السابع من شهر رمضان المبارك، نتقدم بأصدق التعازي إلى مولانا وسيدنا صاحب الأمر إمام هذا الزمان الحجة ابن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليهما، بمناسبة ذكرى وفاة بطل الإسلام حامي حمى رسول الله صلى الله عليه وآله السيد أبي طالب ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليهما. ثم ندخل أيها الإخوة في موضوع ورقتنا البحثية لهذه الليلة، وهي تتصل بالأوراق البحثية التي طرحت في الليالي الماضية، والتي كانت تدور حول هذا الكتاب المتهافت المسمى صحيحة وضعيفة تاريخ الطبري، والذي ألفته نخبة من محققي وعلماء الطائفة البكرية، زعموا أنهم غربلوا روايات الطبري واستطاعوا أن يميزوا صحيحها من سقيمها فيه. وقد تبين لكم أيها الإخوة فضائح هؤلاء، إذ إنهم لم يعتمدوا منهاجا علميا في التصحيح والتضعيف، بل اعتبروا أو اعتمدوا منهاجا مزاجيا
خاضعا للهوى والتعصب المذهبي، وقد صرحوا بذلك حين نقلت لكم بصراحة قولهم أنهم كل حديث رأوا فيه غمزا أو لمزا أو طعنا بما يسمى عدالة الصحابة فقد ضعفوه. ثم كشفنا جريمتهم في تضعيف بعض الروايات الصحيحة، وذكرنا أمثلة على ذلك حيث ضعفوا هذه الروايات التي هي بالأصل صحيحة، والسبب في ذلك أنها تسقط بعض الشخصيات التي تعتقد بها الطائفة البكرية كشخصية الطاغية الثالث عثمان بن عفان. في هذه الليلة سنتناول هذا الأمر، وهو ما سبقت الإشارة إليه في الليالي الماضية، وهو أنه على الرغم من كل محاولات هؤلاء في تضعيف وإسقاط كل حديث يمكن أن يهدم العقيدة البكرية، إلا أنه مع ذلك أفلتت منهم أحاديث وروايات صححوها دون التفات منهم إلى أنها تهدم عقيدتهم كذلك، وإن كانوا ملتفتين فلا أقل من أنهم اضطروا لتصحيح هذه الأحاديث. وهكذا إن الله تبارك وتعالى لا يترك الحق مهما يجتهد أشياع الضلالة في إطفاء نور الحق فإنهم لن يتمكنوا. نحن نلاحظ مثلا أن البخاري كان ذا نزعة ناصبية، وقد اجتهد فعلا في طرح كل حديث وكل رواية يمكن أن تنتصر لآل محمد عليهم السلام على أعدائهم، لكن مع هذا نجد في كتاب البخاري كثيرا من الأحاديث والروايات التي أفلتت منه، سيما في الأبواب الأخرى أي في غير مظان الحصول على أمثال هذه الروايات والأحاديث. هذا الكتاب أيضا صحيح وضعيف تاريخ الطبري أيضا جرى على هذا المنوال بقدرة الله تبارك وتعالى. وها هنا أطرح لكم مثالا على هذا الذي نقول. هنالك حديث صححوه واعترفوا بصحته، وهذا الحديث ينقض نظرية عدالة الصحابة أو معتقد عدالة الصحابة. تجدون هذا الحديث في كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري في الجزء الثالث الصفحة 343، يقول: حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن جهجاه الغفاري أخذ عصا كانت في يد عثمان فكسرها على ركبته فرمي في ذلك المكان بأكله. مفاد هذا الحديث أو معناه أن رجلا يقال له جهجاه الغفاري كان عثمان يخطب على منبر مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فقام له جهجاه الغفاري، وكان عثمان يتوكأ على عصا، قيل أن هذه العصا هي ذاتها التي كان يتوكأ عليها نبي الله صلى الله عليه وآله،
قام جهجاه الغفاري لم يتحمل كلام عثمان بعد إحداثه وإفساده في الدين، فأخذ هذه العصا وكسرها على ركبته. والرواية تقول أنه رمي في ذلك المكان، أي في ركبته، بأكله، وهو داء يصيب بدن الإنسان، وداء عضال. وربما أيضا يمكن لنا أن نقرأ أو نضبط هذه اللفظة بأنه أصيب بإكلة، إكلة يعني حكة. على أي حال، وهنالك روايات أخرى مروية في غير الطبري أنه السبب في ذلك أن شظية من تلك العصا دخلت في ركبة جهجاه الغفاري فسببت له هذا الداء. أشياع عثمان جعلوا ذلك كرامة لعثمان، أنه أصيب بسبب كسره لتلك العصا بالأكلة. وهنالك من يقول أنه لا، الأمر كان عاديا، وذلك حادث عرضي لا علاقة له بعثمان. وهنالك من يفسر أنه حيث أن هذه العصا كانت عصا رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنه ذلك ليس بثابت، ومن جهة أن هذا الرجل قد كسر عصا النبي صلى الله عليه وآله فقد أصيب بما أصيب به. نحن الآن لا شأن لنا بكل هذه التأويلات والتفسيرات، إنما شأننا أن هذا الحديث هل هو صحيح أم لا؟ الجواب نعم، حيث اعترف مصححو تاريخ الطبري هؤلاء بصحة هذا الحديث، وعلقوا عليه بقولهم رجاله ثقات وأخرجه ابن أبي شيبة. هم بطبيعة الحال لم يستخدموا لفظة أو لم يستخدموا هذا التعبير، لم يقولوها صريحة أن الحديث صحيح، وإنما اكتفوا بقولهم رجاله ثقات، لعلهم حتى يفتحوا بابا لرد هذا الحديث. لكن على أي حال، معنى قولهم رجاله ثقات أن الحديث صحيح لا يخدش فيه. طيب، لما يأتي هذا الباحث المنصف المستنير ويقرأ حديثا كهذا في صحيح تاريخ الطبري كما سموه، ويرى إقرارا منهم بأن هذا الحديث رجاله ثقات، فإذا هو حديث صحيح، فإن هذا الباحث المستنير يقوم فيبحث فيما وراء هذا الحديث، من هو جهجاه الغفاري هذا الذي تجاسر على عثمان، ويبحث عن مزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة. لما يبحث يكتشف بأن جهجاه الغفاري هو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان ممن شهد بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، فإذا هو يعتبر من طبقة عالية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يكتشف الباحث كذلك أنه في مصادر أخرى تفصيلا أكثر لهذه الحادثة أو لهذا الإشكال الذي وقع بين جهجاه الغفاري وبين عثمان بن عفان. يتفحص الرجل في كتب التاريخ والتراث فيرى مثلا في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري الجزء الخامس الصفحة 47، وللعلم أصحاب كتاب تاريخ صحيح تاريخ الطبري أثنوا على كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، فقالوا ما هذا نصه في المجلد الثالث الصفحة الثامنة،
قالوا: وكذلك اعتمد البلاذر الإسناد في دراسته لشخصيات الصحابة في كتابه التأريخي القيم أنساب الأشراف. إذن البلاذر موثق، كتابه كتاب قيم يعتمد الإسناد، وهو مما من المصادر التي يرجع إليها بشهادة من قاموا بتصحيح وتضعيف كتاب تاريخ الطبري. هناك البلاذري في كتابه كتاب أنساب الأشراف في الجزء الخامس الصفحة 47 يروي أنه خطب عثمان في بعض أيامه فقال له جهجاه بن سعيد الغفاري: يا عثمان، انزل ندرعك عباءة. ندرعك عباءة يعني نلبسك عباءة، ونحملك على شارف من الإبل. شارف من الإبل يعني مسن من الإبل، يعني الإبل التي قد أسنت هرمت. ونحملك على شارف من الإبل إلى جبل الدخان كما سيرت خيار الناس، يقصد من تعرفونه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله الجليل عالي القدر أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. فقال له عثمان، عثمان كان يخطب ويعتبر نفسه خليفة المسلمين، وإذا برجل من أصحاب رسول الله الأجلاء يقف ويتمرد عليه ويقول له هكذا، أنتم لاحظوا، يقول: انزل ندرعك عباءة، نلفك بعباءة، أنت كلك على بعضك، نلفك هكذا على عباءة، ناخذك هم نخليك مو على إبل جيدة، على إبل اللي ما نحتاج، يعني على شارف من الإبل، على إبل مسنة هرمت خلص لابد أن تموت، نخليك على هذا الإبل، نضرب عجيزة الإبل، نوديك إلى هناك جبل الدخان إلى أن تخيس وتموت هناك، روح إلى جهنم وبئس المصير، أنت ما تستحق أن تحكمنا بعد الإحداث والطغيان الذي قمت به، نسيرك إلى هناك إلى جبل الدخان، ناخذك كلك على بعضك هكذا ونذبك هناك كما سيرت خيار الناس، كما نفيت أبا ذر وهو من خيار الناس. عثمان لم يتحمل، فقال له عثمان: قبحك الله وقبح ما جئت به. يقول البلاذري: وكان جهجاه متغيظا على عثمان، كان فيه غيظ على عثمان، فلما كان يوم الدار ودخل عليه ومعه عصا، كان النبي صلى الله عليه وآله يتخصر بها، يعني يتكئ بها إلى خصره، إلى الخصر، العصا هكذا يقال، تخصر بالعصا، لأنه العصا عادة تكون إلى مستوى خصر الإنسان فيتوكأ عليها الإنسان. يقول: يتخصر بها فكسرها على ركبته فوقعت فيها الأكلة. تصحيحهم لذلك الحديث في كتاب تاريخ الطبري يقوي هذا الحديث الذي هو في أنساب الأشراف للبلاذري، سيما مع شهادتهم بأن كتاب أنساب الأشراف كتاب معتبر قيم. كيف إذا كانت الحادثة مروية في أكثر من مصدر وأكثر من طريق؟ يعني لا يقتصر أمر رواية هذه الحادثة على الطبري والبلاذري، كلا، هذه تجدونها في كثير من كتب التاريخ والتراجم، تجدونها في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، تجدونها في الرياض النضرة للمحب الطبري، تجدونها في تاريخ ابن كثير، تجدونها في الإصابة لابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، تجدونها في مصادر شتى، من بينها
ومن أهمها كتاب البخاري التاريخ الصغير. البخاري له الصحيح وله أيضا التاريخ الكبير والتاريخ الصغير. التاريخ الصغير هذا في الجزء الأول الصفحة 104 ورقم الحديث 311 روى هذه الحادثة: ما جرى بين جهجاه الغفاري والطاغية عثمان بن عفان. الآن بعد هذا يستيقن الباحث من وقوع هذه الحادثة، سيما أن رجال إحدى رواياتها على الأقل، وهي التي في الطبري، رجال كلهم ثقات، يستيقن من وقوع هذا الأمر. وبعدما يعرف ذلك ويعرف أن اثنين ممن يسميان صحابة قد تشاجرا على هذا النحو، بحيث أن أحدهما ينزل الآخر من على المنبر مع أنه خليفته على الفرض، ويكسر العصا التي كان يتوكأ عليها، وثم يقول له: انزل ندرعك عباءة ونحملك على شارف من الإبل نسيرك إلى جبل الدخان، والثاني يرد عليه قائلا: قبحك الله وقبح ما جئت به. بعدما يقرأ هذه الحقيقة، بالله عليكم، أي يصدق هؤلاء السفهاء الذين يخرجون الآن على بعض الفضائيات ويحاولون إيهام الناس بخلاف الحقيقة، قائلين وزاعمين أن العلاقة بين مجتمع الصحابة على حد تعبيرهم كانت علاقة طيبة وعظيمة وعلاقة مودة وتراحم؟ أيصدق الإنسان مثل أمثال هؤلاء؟ هذا الإنسان المستنير الذي يحترم عقله؟ بالطبع لا. يقول: هذا هراء الذي تقولونه لنا، هذا هراء، الواقع يكشف غير ذلك. الواقع يكشف أن هؤلاء الذين تسمونهم صحابة بشر مثلنا، ما كانوا فوق مستوى البشر، بشر مثلنا. ولذلك كما أننا اليوم نتعارك مع بعضنا بعضا، أولئك أيضا كانوا يتعاركون. تعميم أمر العدالة على الجميع، وإطفاء قدسية على الجميع، والإصرار والعناد على الترضي على الجميع، الجميع رضي الله عنه وأرضاه، هذا استخفاف بالعقول. العناد إلى اليوم والإصرار على القول بعدالة الصحابة أجمعين استخفاف بالعقول. ماذا تصنعون مع هذه الحادثة المروية بسند رجاله كلهم ثقات؟ إما أن يكون عثمان عادلا فيكون جهجاه الغفاري آثما لا عادلا، ساقط العدالة، إذ قام وتجاسر على عثمان بهذا النحو وكسر العصا وقال: نسيرك ونحملك ونذهب بك إلى جبل الدخان. وإما أن يكون جهجاه الغفاري، وهو من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، من أصحاب بيعة الشجرة، من أصحاب بيعة الرضوان، يكون هو العادل، فإذا يكون عثمان ساقط العدالة ومستحقا لأن يثار عليه، لأن يثور المسلمون عليه. اليوم حين يروج هؤلاء السفهاء أن من ثار على عثمان على حد زعمهم هم جميعا أوباش، كانوا جميعا من المندسين، من السبئيين، من أراذل الناس، وليس فيهم صحابي واحد على تعبيرهم. هذا استخفاف بالعقول. جهجاه الغفاري كان ممن ثار على عثمان،
وكان جهجاه متغيظا على عثمان، فلما كان يوم الدار ودخل عليه ومعه عصا، يعني دخل على عثمان اقتحم دار عثمان قاتل عثمان. هذا أحد الثائرين، وهو من أصحاب رسول الله، لا من أوباش الناس كما يزعمون، لا من الغوغاء، هذا من أصحاب بيعة الشجرة. محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، هذا رجل أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وثابت في جميع المصادر أنه كان من الثائرين على عثمان، واعترف بذلك البخاري. البخاري في نفس المصدر الذي ذكرته لكم، التاريخ الصغير في الجزء الأول الصفحة 104، الحديث الذي قبل هذا الحديث، يعني الحديث رقم 310، يروي حديثا عن الحسن البصري. هذا الثقة، هذا العظيم عندكم، الحسن بن يسار البصري، أنه يقول: لم يدع الله الفسقة قتلة عثمان حتى قتلهم بكل أرض. فأما ابن أبي بكر، يعني يقصد محمد بن أبي بكر، فضربت عنقه ثم جعل بدنه في مسك حمار، يعني في جلد حمار، ثم أحرق بالنار. يشير إلى الحادثة المعروفة أنه بعد استيلاء جندي عمرو بن العاص ومعاوية لعنهم الله على مصر، جاءوا وأخذوا محمد بن أبي بكر، وكان الوالي الشرعي من قبل أمير المؤمنين عليه السلام على مصر، فأخذوه وقتلوه وأدخلوا جثمانه الشريف في مسك حمار، أي في جلد حمار، وأحرقوه هو مع الحمار، مثلوا بجثته مع نهي النبي صلى الله عليه وآله عن المثلة: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. انظروا هنا أن البخاري اعترف بإخراجه هذه الرواية أن محمد بن أبي بكر كان من الثائرين على عثمان ومن قتلته، ويسميه تبعا لإمامه الحسن البصري فاسقا. يقول الحسن البصري: لم يدع الله الفسقة قتلة عثمان حتى قتلهم بكل أرض، فأما ابن أبي بكر فضربت عنقه. يعني أبو بكر من هؤلاء، ابن أبي بكر من هؤلاء الفسقة الذين هم قتلة عثمان. فكيف تقولون الآن بعدالة الصحابة أجمعين؟ إما يكون محمد بن أبي بكر عادلا فيكون عثمان بن عفان فاسقا ساقطا للعدالة، مستحقا للقتل بما أجرم وما ارتكب من قتل للمسلمين ونفي للصلحاء وسرقة لبيت مال المسلمين وتسليط لصبيان بني أمية وآل أبي سفيان على رقاب الناس. وإما أن يكون عثمان عادلا، فإذا يكون محمد بن أبي بكر فاسقا ساقط العدالة، قاتلا مجرما آثما. وعلى كلا الفرضين ينتفي الاعتقاد بعدالة الصحابة، على كلا الفرضين. لماذا تستغفلون عقول الناس؟ لماذا ترسمون تاريخا خياليا هكذا يريدون إيهامكم أنه كانت العلاقة بين الصحابة على تعبيرهم علاقة ملؤها الصفاء والمودة، وكانوا يحترمون بعضهم بعضا رغم ما شجر بينهم؟ لم يكن الأمر هكذا. جهجاه الغفاري لم يدع أي احترام لعثمان بن عفان، قام وكسر عصاه وقال: تعال نلفك بعباءة ونخليك على عجيزة الإبل ونوديك إلى جبل الدخان، تروح هناك إلى جهنم إلى أن تفطس. وضع له احتراما؟ أهذا أصلا خطاب فيه نوع من الاحترام؟ دخل عليه داره، محمد بن أبي بكر دخل عليه داره،
عبد الرحمن بن عديس البلوي، هذا أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، من أصحاب بيعة الشجرة كذلك، كان من جملة الذين دخلوا على دار عثمان. أطبقت المصادر، مصادر التاريخ على ذلك، وأنه من جملة من قتل عثمان، لم يكن سبائيا، كان من أصحاب رسول الله العدول. أنتم تقولون عدول، الجميع عدول. عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الجليل كان من قتلة عثمان، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، عادل بحق. حتى أنه، اقرأوا أنتم في التاريخ، اعرفوا هذه الحقائق، أنه لما دخل على عثمان طعنه 9 طعنات وقال: أما 3 فقد طعنتهن لله. عثمان لله أنا طعنته 3 مرات، وأما 6 فطعنته لما كان في صدري عليه. مغتاظ من عثمان مما فعل في بلاد المسلمين وفي المسلمين. هذا أيضا من أصحاب رسول الله، عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله تعالى عليه. حكيم بن جبلة العبدي رضوان الله تعالى عليه، كان من قتلة عثمان، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. العباد، الزهاد، الصلحاء، من أصحاب رسول الله. التابعين، كميل بن زياد النخعي، صاحب دعاء كميل، من قتلة عثمان. كل هؤلاء من قتلة عثمان، وهم كانوا القمة، قمة قمم المسلمين. بعد ذلك يأتي هؤلاء السفهاء الذين يضحكون على الناس ويقولون: لا، كانوا مجموعة من الأوباش ومن حديثي العهد بالإسلام، ما كان فيهم صحابي واحد. تكذبون على من؟ احترموا عقول الناس. هذا حديث اعترفوا بصحته، اعترفوا بأن رجاله ثقات، أفلت منهم في كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري، وهو ذاك ما ترون يهدم اعتقادهم فيما يسمى عدالة الصحابة. وأنتم الآن قارنوا بين كلامنا وكلام هؤلاء، من منا يكذب؟ من منا يعمد إلى التحوير والتزوير والتلاعب والتزييف والتحريف؟ من منا يكون كلامه مدعما بالدليل والبرهان، ومن منا لا، يخدعكم ويصور لكم تاريخا هو أشبه بالهراء، ويريدكم أن تناموا على هذا التاريخ المزيف. نحن ما لا نريد لكم إلا أن تكتشفوا هذه الحقائق حتى تعرفوا هذه الأمور وتتبصروا في دينكم، وتعرفوا أن الحق لا يكون إلا مع الطائفة التي توالي الأئمة الشرعيين من آل محمد الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أحسنت سماحة الشيخ، وطيب الله فاسك على هذه ورقة البحث. وإحنا دورنا نوجه الست أسئلة تقريبا اللي وجهتهم إلى الطائفة البكرية خصوصا، خلي يجاوبون على واحد من هالأسئلة. يمكن السؤال الأول كان: ما هي معاييركم لتصحيح وتضعيف الأحاديث، وكيف تقولون بعدالة الصحابة، والصحابة تقاتلوا وتحاربوا وتشاتموا بينهم كما ذكر سماحة الشيخ، كذلك في طبعا كيف تقولون بأن طبعا هذا كان السؤال أمس توجه طبعا ما حد جاوب عليه، اللي هو زبير، كان هناك شجار بينه وبين حكيم بن جبل العبدي رضوان الله عليه، فلم يجاوبوا على هذا السؤال، وكان السؤال الثالث أو الرابع. وإذا كان هذا صحيح وضعيف الطبري، هذا الكتاب كذب، إذا يعني أيقنتوا بأنه كذب،
فكيف تعتمدون على هذا الكذب وهذا التدليس لتنشئوا منه مسلسلات وقصص وروايات وهو باعترافكم أنه كذب؟ فنريد إن شاء الله الإجابة. سماحة الشيخ، الحين عندنا اتصالات، إن شاء الله الإخوان بيحولونا إياهم، بس في سؤال من أخت وصتني عليه، سؤال خارج الموضوع، فممكن بس تجاوب على هذا السؤال بعدين ناخذ اتصال الأخ. الأخت هي عندها إن شاء الله يتمم عليها كتب كتاب بين شهر رمضان، بنهاية شهر رمضان وبين عيد الأضحى، فقالوا لها وشاوروها أهلها أن هناك كراهية بإقامة أو كتب الكتاب بين العيد الفطر وعيد الأضحى، فهل هذه فعلا كراهية موجودة أم مجرد يعني تشبيه أو يعني ليس لها مصداقية في الواقع؟ لا كراهية مع الاعتصام بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، فلتمضي ومبارك مقدما إن شاء الله. الله يبارك فيك، إن شاء الله يبارك للأخت إن شاء الله، ونقول لها إن شاء الله ما في كراهية، ونبدأ ناخذ الاتصالات. يحولون الاتصال إخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني الحجية أم جعفر من السويد. أم جعفر حياك الله أختي، تقبل أعمالكم. الله يسلمكم. كان عندي سؤال لسماحة الشيخ بخصوص عثمان بن عفان، على اعتبار أنه كان والده يعني سيء السمعة، وهو ما كان يعني ما كان أفضل من والده، لماذا سمي بذي النورين في حين يعني وعلى اساس انه سمي ذي النورين على اساس اخذ اثنتين من ابنتي بنات خديجه او بنات اخت خديجه كما يعني كما تقول الروايات، و يعني اعتذر اذا هو بهالشكل لماذا لقب بذي النورين واعطي من بنات الرسول؟ هو هذا سؤالي. نعم أحسنتي أختي بارك الله فيك على هذا السؤال، إن شاء الله راح نحوله إلى سماحة الشيخ بعد ما إخواني تحولوا لنا اتصال ثاني، ولا نجاوب على السؤال الأول؟ سماحة الشيخ إذا سمحت الجواب ممكن، ولا أقرأ لك إياه مرة ثانية؟ لا الجواب، أقصد السؤال واضح ما يحتاج أن تقرأه. لقد سبق ونبهنا إلى أن عثمان لعنه الله اللتين تزوجهما هما بنتا رسول الله صلى الله عليه وآله بالفعل، لا هما بنتا خديجة أو هالة أخت خديجة كما يزعمه أو يزعمه بعض من نعتبره متطفلا على ساحة التحقيق. التحقيق أن رقية وأم كلثوم عليهما السلام بنتا رسول الله فعلا وصدقا، وأما تزويج النبي صلى الله عليه وآله لهما لعثمان فمن ورائه حكمة إلهية شرحتها روايات أئمتنا عليهم السلام، كما ذكرناها في بحثنا المفصل في هذا الشأن، والذي أظن أنه سجل على مدى 3 حلقات. والحكمة هذه هي ذاتها الحكمة من وراء تزويج الله تبارك وتعالى سيدة نساء أهل زمانها، وهي السيدة الجليلة آسية بنت مزاحم عليها السلام، لطاغية زمانها وهو فرعون عليه لعائن الله. رسول الله صلى الله عليه وآله أمره الله عز وجل بأن يمتحن بنتيه هاتين بمثل امتحان آسية
عليها السلام، فقبلتا ذلك كما ذكرت الروايات، وضرب الله لهما مثلا آسية امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذا أمر. أما لماذا سمي عثمان بذي النورين؟ فعلى هذا يتكون تسميته بذي النورين أمرا طبيعيا لا مزية فيه له، وإنما المزية للسيدتين الجليلتين بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يمكن أن نعتبر ذلك مزية لعثمان لمجرد أنه قد تزوج نورين، وإلا لكان ينبغي أن نسمي الآن فرعون مثلا بأنه ذو النور باعتبار أنه تزوج نورا. لا شك أن آسيا عليه السلام كانت نورا إذ هي من سيدات نساء العالمين الأربع، فليكن إذن هذا واضحا. على أنه، وهذا أمر مهم ينبغي الالتفات إليه، لقب ذو النورين نحن لا نقر بأنه قد سمي به عثمان، وإنما نرى هذا اللقب سرق من ألقاب أمير المؤمنين عليه السلام كغيرها من الألقاب، سرق من ألقاب أمير المؤمنين عليه السلام وأعطي لعثمان. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يسمى ذو النورين باعتبار أنه والد النورين الحسن والحسين صلوات الله عليهما. سرق هذا اللقب من أمير المؤمنين وأعطي لعثمان، كما سرق لقب أمير المؤمنين نفسه وأعطي لعمر وعثمان ومن جاء بعدهما، كما سرق لقب الصديق، لقب أمير المؤمنين رسول الله سماه الصديق، الصديق الأكبر، وأعطي لأبي بكر، وكما سرق لقب الفاروق وهو أيضا من ألقاب أمير المؤمنين عليه السلام وأعطي للطاغية عمر، وهكذا. فليكن إذن هذا الأمر واضحا. وكما بينا أولا، على فرض أننا نتنزل قائلين أنه قد اشتهر عثمان بهذه التسمية وسمي ذو النورين لمكان رقية وأم كلثوم عليهما السلام، فهذا أمر لا مزية فيه لعثمان مع وضوح كفره ونفاقه. الاعتداد والاعتبار إنما هو بحال الشخص بما هو. إن كان مؤمنا فإن تلك المزايا تثبت له، وأما إن لم يكن حاله كعثمان فإن مجرد نكاحه لامرأة مؤمنة أو نور من الأنوار هذا لا يضيف له شيئا ولا يميزه بشيء. على أننا، وهذه أيضا نقطة مهمة، أنه لا نجد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تلك التي ترويها الطائفة البكرية حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه هو الذي لقب عثمان بذي النورين، كما نجده مثلا حتى من طرقهم وفي مصادرهم أنه لقب عليا بالصديق ولقبه بالفاروق ولقبه بأمير المؤمنين، يا علي أنت الصديق الأكبر، يا علي أنت فاروق أمتي، يا علي أنت أمير المؤمنين. هذا نجده واضحا حتى في مرويات الفرقة البكرية، لكننا لا نجد مثل ذلك بالنسبة إلى عثمان. فلذا إن سمي عثمان بذي النورين وكان ذلك له حقيقة وهو كان من أشياع الناس، ولا حجة ولا اعتداد بذلك. أحسنت سمعت شيخ. ناخذ الحين اتصالات اخوان، حولوا لنا اتصال ابو محمد من مانشستر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله اخوي محمد. الله يطول عمرك. مولانا احنا في مانشستر في الحرب. نعم. وحبينا نستفسر موضوع يعني. نعم. حبينا نستفسر هل انه عندنا فتوى صادره عن علماء العظام في الوقت الحاضر على أنه السب والشتم بصورة علنية، وإذا في هذه الصورة ممكن تصورون بها؟ جزاكم الله ألف. نعم حياك الله. جزاك الله ألف.
حياك الله. ناخذ اتصال. عليكم السلام ورحمه الله. ناخذ اتصال من ابو مريم من السويد. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اغفر محمد. اللهم صل على محمد. ابو مريم من السويد. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اخوي، تفضل مداخلتك. السلام للشيخ ياسر حبيب، الله يحفظه. حياك الله. وعليكم السلام ان شاء الله. بس عندي سؤال بخصوص عثمان بن عفان، بخصوص بيعة الرضوان. فبالفترة يعني سمعت معلومة انه عندما عبد الرحمن بن عوف يعني استعار او عيار العثمان بن عفان، لأنه أولا هرب معركة أحد، والشيء الثاني أنه ما حضر بيعة رضوان. فأريد منهم يعني سبب غيابه من بيعة رضوان، لأنه يعني في حالة مهمة أنه الرسول أرسل إلى مكة إلى قريش وبعدين هو اختفى. فشنو سبب هذا الاختفاء؟ وشنو السبب اللي دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعني هاي بيعة رضوان تتم؟ هل انه بسبب غياب عثمان او بسبب الفوضى والبلبلة اللي احدثها عمر الخطاب؟ يعني هاي صراحة يعني بالنسبة لي يعني اشوف يعني اريد الشيخ الله يحفظه يوضح لنا. احسنت احسنت ان شاء الله. نوضح. رامي جراد من فرنسا. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. أتمنى أنه السلام عليكم. أخ رامي موجود؟ نعم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الإخوان اليوم الاتصالات مو واضحة، الصوت عندي مو واضح. وعليكم وعليكم السلام. تفضل اخوي رامي، اذا الصوت واضح بالتلفزيون ممكن، بس انا اللي عندي شوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. تسمعوني الان؟ اي نعم اسمعك، تفضل. الحمد لله. السلام عليكم فضيله الشيخ ياسر، الله يخلي لنا اياكم وينفعنا بعلومكم. يا فضيله الشيخ، بالنسبه ورحمه الله، بالنسبه لهذه المساله طلبت منا انه ندرس اسانيد هذه الامور التي تقدمها فضيلتك. وأنا في كل ليلة عند تعطي الدرس أفتح الكمبيوتر والمراجع عندي وأبحث رجل رجل، وأنا أشهد على صحة الأحاديث التي أنت تقدمها. من جهة ثانية يا فضيلة الشيخ، أنا شخصيا لما استبصرت بفضل الله تعالى كنت أجمع فوائد لكي يستفيد منها الناس، فتوصلت بالنهاية بعد حوالي سنتين من جمع المسائل انه حقيقة الاسانيد ليست لها اهمية عند السنة، يعني الفرقة البكرية، لان نحن حقيقة اهل السنة. نعم. يعني ليست لها اهمية لانهم يصححون ويضعفون اتباعا للهوى. مثلا قال ابو اسحاق الحويني الذي هو الان يعتبر وريثة الالباني، وريث الالباني في علم الحديث، يقول في حديث علي عليه السلام: أنت سيد في الدنيا والآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وبغيضك بغيضي وبغيضي بغيض الله، إلى آخره آخر رأي. شو يقول؟ يقول بالنص الحرفي، يقول نأتي على هذه الفائدة الأخيرة وهي فائدة دقيقة تحتاج إلى تأمل. قال العلماء النقاد: إذا روي متن بسند ظاهره الصحة فإن العلماء يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث وقع، إلى آخر كلامه. يعني هذا حديث يعترف من بعد أنه على شرط الشيخين، لكن ينقل كلام الذهبي أنه سبحان الله أنه لا يمكن هذا الكلام، لأن كيف يبغض اللي يبغض عليه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن يردونه هكذا بالهوى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أحسنت أخوي رامي. فهذه يا شيخنا، نعم، هذه أحاديث يردونها مع اعترافهم أنها على شرط البخاري ومسلم.
أما أحاديث أنه رسول الله حسب زعمهم سئل عن أكل الضبع، الضبع يا شيخ الضبع يعني اللي في التاميين بيأكلوا الكلاب وبيشربوا الأبوال أجلكم الله، لكن لا يأكلون الضبع، هؤلاء يزيزون أكل الضبع حاشا لله. ثم يأتون كذلك بأحاديث، جملة من الأحاديث التي تقشعر من الأبدان، أنه نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قال حل، وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال حل الإزار والهميان، أتى يريد أن يزني بامرأة العزيز. هذه أحاديثهم بالأسانيد الصحيحة. فيا فضيلة الشيخ أسانيدهم ليست لها أي أهمية، صححوها أم ضعفوها. بارك الله فيكم. أحسنت، بارك الله فيك أخوي جراد على هذه، رامي جراد حياك الله. نأخذ اتصال من الأخ ثار الدراجي من العراق. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم اختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك. بداية نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وإياكم بذكرى وفاة معصر النبي أبو طالب عليه السلام. عظم الله جل وعلا. سمعت الشيخ عندي ثلاث أسئلة حول هذه المسألة. السؤال الأول، هل يمكن يعني هي ثلاث روايات من كتب القوم، هل يمكن إثبات بها إيمان أعضاء النبي وأبو طالب عليه السلام فيما أخرجه في الطبقات ابن سعد وغيره من الحجاج والطبراني وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس بقوله تعالى وتقلبك في الساجدين، قال من نبي إلى نبي ومن نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا. هل يمكن القول بأن آباء النبي كانوا أنبياء؟ والمسألة الثانية، يعني السؤال الثاني في الرواية الثانية، ما أخرجه البخاري من حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم. هل يمكن أن يمدحهم رسول الله يعني مدى عاطفة أو عشائر بدون أن يكون هناك لهم ارتباط بالله وأنهم كانوا مؤمنين؟ والمثل الأخير حول إيمان الأطباء، يعني أنهم يرون في سير محمد بن إسحاق وغيره أنه قال في أبيات شعرية كثيرة والله لا أقبل النبي ولا يقبله من بني ذوي حسبي، فإنه يعترف أنه نبي. وهل السؤال في كتبنا، هل يمكن القول أن أبو طالب كان وصف من الأوصياء قبل يعني النبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. السؤال الثاني ما سجلته عدل بس إن شاء الله أحاول أذكر. أي نعم، الأخ أبو حسين. السلام عليكم، اتصال من الأخ أبو حسين. السلام عليكم. استاذ عبد الله، ممكن اكلم سماحة الشيخ؟ تفضل، تقدر توجه له سؤال وحياك الله، لان في تاخير 5 ثواني فممكن المكالمة المباشرة فيها تاخير شوي. انا لدي فقط مداخلتين ان شاء الله، ولكن ودي اقول يا استاذ عبد الله، يعني حديثك عند الامام العسكريين ناشد المؤمنين والمؤمنات، الإمامين العسكريين مظلومين، من يقف عند من يقف ويدافع عن المظلومين؟ حقيقة إعمار بطيء، كل شيء بطيء هنا، يعني حقة الرشنة وزرة الإمامين شيء يرثى له، لا أحد يزوره. لماذا هذا من الدولة بالعراق هنا لا أحد يقوم بإعماره؟ يقولون أكو إعمار ولكن إعمار بطيء. حقيقة الإمامين نسبيهم بروحنا، لمتى هذا؟ أتمنى وأناشدك يا أستاذ عبد الله وسماحة الشيخ أن يخصصون حلقات للإمامين لنصرة الإمامين المظلومين. زرناهم حقة وفي القلب قيحة وأسفا. أين مراجعنا العظام؟ أين من يكون أناشد المؤمنين كافة؟ حقيقة. وأيضا المداخلة الثانية، وأن يجعل الله عز وجل من الناصرين للإمام العسكريين،
المداخلة الثانية، حقيقة كنت بالبارحة حلمت حلم، صحيح أنا ليس بمعصوم وليس الحلم يعني حجة، ولكن نمت، ولكن بعدما جمعت الفجر قبل الصلاة تقريبا فرأيت شخصا، ولكن هذا الشخص أسمر وله نور، فكنت أكلمه وأقول له ما رأيك في سماحة الشيخ ياسر الحبيب؟ وعلى ما أقوله شاهد الله عز وجل علي، فكنت أقول له ما رأيك في سماحة الشيخ ياسر الحبيب؟ فقال لي بهذه صيغة العبارة: فقد أعطاه أحد من العلماء لقب. وما هو اللقب؟ قلت له، فقال لي حجة الإسلام والمسلمين، فهو نعم حجة الإسلام والمسلمين. ففزعت من النوم حقيقة، فقلت لابد أن أخبر سماحة الشيخ بأنه حجة الإسلام والمسلمين حقيقة يعني. ونظرك الله يا سماحة الشيخ، أنا لا أدعي بذلك علما، ولا أدعي بذلك بأنني معصوم، ولكن هذا ما رأيته. وأسأل من الله أن يوفقك يا سماحة الشيخ، وأن يوفق أستاذ عبد الله، وسلامي سلامي الكثير، وأن لا تنسوني من الدعاء في هذه الليلة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت وجدت، طيب الله أنفاسكم. ناخذ اتصال من الأخ علي أحمد من البحرين. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة. إن شاء الله صوتي واضح. نعم واضح إن شاء الله، تفضل. وعليكم السلام. أحييكم وحيي سماحة الشيخ، مبارك لكم بهذا الشهر الفضيل. الله يبارك فيك، تقبل الله أعمالكم. وأتمنى أقدم لكم يعني اقتراح للقناة، اللي هو يعني تسوون مسلسل ترفضون فيه يعني الفيديوهات والبرامج يعني الوهابية، تحطوا شيوخهم مثلا وتسوون حلقات بحيث يرد عليهم، يعني تخلوهم مثلا شاشة يتكلم فيها الشيخ الوهابي يقول مغالطاته وكذا وكذا، وبعدين انت والشيخ مثلا ناقشون مثلا مغالطاتهم وتفضحون اكاذيبهم مواطن التدليس، يعني تكشفون مواطن التدليس. نعم. واقتراح اخر، سمعت ان احد المخرجين العراقيين، وهذا انتشر عن خبر في الانترنت، انه راح يرد على مسلسل الحسن الحسين اللي يعملونه إساءة للإمامين عليهم السلام، لأنه راح يصير مسلسل مضاد باسم سقيفة بني ساعد، بحيث أنه يجسد تمثيل أبي بكر وعمر وعائشة في هذا المسلسل حسب روايات التي رويت في كتبهم. وأتمنى نأخذ رأيكم ونسمع رأيكم فيه ورأي سماحة الشيخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، في البداية الأخ أبو محمد من مانشستر عنده سؤال: هل هناك فتوى تبيح لكم اللعن، وعلى حد تعبير أعتقد قال السب والشتم العلني بصورة علنية، هل هناك فتوى من أحد المراجع توضحوها لو سمحتم؟ يعني الأصل في الأمر هو أن هذا أمر مباح مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم كي يحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. فالذي يطالب بالكف عن النيل من هؤلاء هو الذي بحاجة إلى فتوى، لأنه الأمر ما دام مباحا والأصل فيه الإباحة بل الاستحباب بل لعله الوجوب في بعض الفروض كما شرحناه وأصلناه فقهيا في بعض دروسنا ومحاضراتنا، فذاك الذي يريد أن يمنع هو المطالب بفتوى من قبل المراجع. هذا أمر.
الأمر الآخر أنه نعم هنالك من أفتى بصحة الذي يقوم به الثلة أو تقوم به الثلة المؤمنة من إظهار البراءة على اختلاف مصادقها، لكننا لا نتمكن من بيان الأسماء بشكل صريح لما يستدعيه ذلك من بعض المحاذير. ثم إن في مثل هذا الأمر الموضوعي نعمل باجتهادنا في واقع الأمر، لأن المسألة اجتهاد في الموضوع لا في الحكم، والاجتهاد في الموضوع هو أمر بيد المكلف. أبو مريم من السويد كان عنده سؤال عن بيعة الرضوان، أنه عثمان تخلف عن بيعة الرضوان وكذلك هروبه من معركة أحد، فالسؤال لماذا اختفى عثمان من تخلف عن بيعة الرضوان، ولماذا هرب من غزوة أحد، ولماذا لم يتم النبي تتم هذه البيعة؟ هل بسبب هروب عثمان أم لسبب عمر الذي يعني تلفظ بألفاظ ليست في محلها في هذه البيعة؟ الذي ينقله أتباع الفرقة البكرية في مصادرهم أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل عثمان إلى مكة برسالة لقريش، ولذا حرم من أن يبايع بيعة الرضوان. هذا الذي ينقله أهل البدعة في مصادره. أحسنت. نعم، الأخ رامي جرات كانت لها مداخلة بموضوع الأحاديث ليست لها أهمية عند السنة بدليل أنهم يضاعفون ويصححون على هواهم. الأخ ثار الدراجي كان عنده سؤال من وهل تغلبك يعني تعقيبا على آية وتغلبك في الساجدين، هل إن النبي كما استشهد بالرواية نبيا عن النبي، هل النبي صلى الله عليه وآله أنه كان من كان أجداده وأباه كلهم أنبياء بناء على هذه الرواية وشرح الرواية هذه؟ يعني هنالك قول ضعيف في ذلك أن جميع آباء النبي صلى الله عليه وآله كانوا أنبياء، ولكن القول الحقيقة بالاستقرار هو القول بأنهم كانوا أوصياء إبراهيم عليه السلام. هذا أمر نطقت به الآثار الشريفة، وهنالك بعض الآثار التي تشير إلى أن بعضهم كان أوصياء لعيسى عليه السلام، مثلا أبو طالب عليه السلام روي أنه كان آخر أوصياء عيسى صلوات الله عليه. وهذا القول الذي نعتمده نحن ونراه أرجح من غيره. نعم، أحسنت سماحة الشيخ، وهذه كانت الإجابة على السؤال الآخر للأخ ثائر. أما الأخ أبو حسين كان صراحة في قلبه حرقة لمظلومية الإمامين العسكريين وقلة الزوار هناك وقلة الخدمات والإنشاءات في هذين المرقدين، وطلب من سماحتكم تخصيص حلقات وبرامج عن هذين الإمامين المظلومين. إن شاء الله يدعو لنا الأخ الكريم، وأنا أشكره كثيرا على غيرته واهتمامه، وألفت نظر الأخ الكريم إلى أنه كان لنا أكثر من خطاب مفصل في شأن قضية سامراء المقدسة وقضية الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما،
وكنا منذ سنوات ننبه إلى مسألة هذا البطء في إعادة الإعمار والتلاعبات التي تجري في هذا الشأن. تارة يقال إنها شركة تركية، تارة يقال يونسكو، تارة يقال لجنة إعمار، ثم تبدل اللجنة، وأمور كثيرة مريبة تقع مع الأسف. وهذا أمر طبيعي، لأنه الآن مطايا الأمريكان في العراق، أي الحكومة العراقية الحالية، هؤلاء هاي الحكومة الكارتونية منشغلة فقط في تصفية الحسابات فيما بينها، يعني بين الأحزاب التي تشكل أعمدة الحكم في العراق، وهم فقط يعني منشغلون في هذا الأمر، في لعبة الكراسي وفي لعبة المناصب والسرقات والفساد وما إلى هنالك. قضية أسامة الراء قضية عقائدية بالأساس، هي مهملة في أبعد ما تكون عن أولوياتهم، لذلك لا يعيرونها اهتماما جيدا. وإلا قضية الإعمار، صدقوني هذا الإعمار كان بالإمكان كله أن يقع على، يعني أن يتمكن منه وينتهى تماما منه على أقصى تقدير في سنة واحدة، لكن الذي يجري خلاف ذلك. وكنا قد نبهنا في بعض الخطابات إلى أنه حقيقة هنالك بعض الإشكالات الشرعية في شأن الإدارة في سامراء، إدارة الحرمين الشريفين. ولا أظن أن الوقت يسعنا يعني إعادة ذكر هذه الإشكالات، ولكن أسها أو أصلها أنه هذه الدار كانت دار العسكريين عليهم السلام، يعني المكان الذي دفن فيه العسكريان صلوات الله عليهما هو دار الإمامين العسكريين. هذه الدار ملك خاص، وشرعا عندنا قاعدة عدم جواز التصرف في ملك الغير وفي مال الغير إلا بإذنه. ولذلك كان حتى بعض فقهائنا الأقدمين كالشيخ المفيد وشيخ الطائفة الطوسي وجمهر من علمائنا كانوا يوصون حتى الشيعة بأنه حينما تزورون سامراء المقدسة إياكم أن تدخلوا إلى داخل حدود هذه الدار، أي مثلا الروضة الشريفة، لأن ذلك سيجعلكم تتصرفون في ملك الإمامين عليهم السلام وأنتم لا تعرفون أنه هل محرز جواز تصرفكم أم لا. فلذلك كانوا يوصون الشيعة أنه زر من خلف الحائط، يعني من خارج حدود هذه الدار. هذا أمر موجود في الكتب الفقهية المفصلة، ولكن الفقهاء المتأخرين انتهوا إلى رأي أنه يجوز للشيعة أن يزوروا، لأنه عندنا إطلاقات في بعض الأدلة مفادها أن الإمام صاحب الزمان صلوات الله عليه أباح لشيعته حقوقهم، فمن جملة تلك الحقوق حق التصرف في هذا الملك، في هذه الدار وتوابعها وحريمها. فإذا جوزنا ذلك للشيعة، فكيف نجوزه لغير الشيعي أنه يتصرف مجرد أن يطأ برجله هناك؟ هذه مسألة. فكيف أساسا أن نجوز؟ هذه بحد ذاتها محل إشكال ومحل يعني نظر شرعا. فكيف بأن نجعل له الولاية على حرم العسكريين عليهم السلام؟ إلى الآن هنالك بعض من هؤلاء السدنة من الطائفة الأخرى ولهم ولاية هناك، يعني هم متولين لهذا الوقف، كيف يجوز ذلك وعلى أي أساس؟ يعني هذا أمر محظور قطعا ويقينا في شريعتنا، لا يجوز، ومع الأسف مهمل حتى من قبل المرجعيات، حتى من قبل الحوزات، إهمال عجيب مع الأسف الشديد لسامراء المقدسة. نحن يشهد الله نبذل كل ما في وسعنا لإحياء قضية سامراء، وأن لا نخسر سامراء، وأن لا يحاسبنا الإمام صاحب الزمان صلوات الله عليه على تفريطنا بحرم أبيه وجده. هذا التفريط الذي سود وجوهنا، الأجيال القادمة ستلعننا، ستسوءنا في قولها حينما يقولون الشيعة اللي كانوا في ذاك الزمان وقع في عهدهم تفجيران لمرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام ولم يعلن الجهاد،
ولم يطهروا سامراء من الإرهابيين، ولم يعيدوا سامراء للسيادة الشيعية كما كانت من ذي قبل. نحن نبذل ما في وسعنا، يشهد الله، مع حرقة في القلب وألم في الصدر، ولولا عجز ذات اليد لكنتم ترون أكثر من هذا منا، ولكن ماذا نفعل؟ نحن نحاول بكل ما أوتينا من قوة أن نركز الأضواء على سامراء، ولعلكم لاحظتم الإخوة منذ بداية انطلاقة قناة فدك أوصيناهم بأن يجعل التوقيت الرسمي لقناة فدك بتوقيت ماذا؟ بتوقيت سامراء المقدسة. أنتم اقرأوا عادة يعني البرامج توقت على حسب توقيت سامراء المقدسة، كل ذلك لإلفات النظر لأهمية سامراء. نسأل الله تعالى حقيقة أن يعطينا قوة وإمكانات نعود فيها إلى سامراء ونحييها وتعود حاضرة من حواضر العالم الإسلامي كما كانت إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. أحسن. وأشكر الأخ الكريم أيضا على ما نقله إلينا من هذه الرؤيا، وإن شاء الله يجعلها الله تعالى إحدى المبشرات بكرمه ومنه ولطفه إن شاء الله. أحسنت سماحة الشيخ، وكذلك يسألكم الدعاء الأخ أبو حسين، وإن شاء الله لا تنسونا من دعائكم الليلة. نأخذ اتصال من الأخ أبو ياسين. السلام عليكم. أدعو له إن شاء الله هذه الليلة بإذن الله. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسلم على سيد جليل ياسر حبيب. عندي عيني سؤالين توجهن للسيد. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول من سورة التوبة آية 100، هذول البكرية والعمرية دائما من تجي على مسألتهم يبون هاي الآية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وسألت واحد منهم اللي جاوبني قال لي هاي المن مو تبعيضية كما أنتم تقولون، يقول يعرف عربي يدري هاي مو تبعيضية بل هاي تبيانية هاي المن الجاية في الآية. نعم. أريد الشيخ عيني يفسرها لنا هاي شلون بالله. وسؤالي الثاني عيني عندي سؤال ثاني. الله سبحانه وتعالى اللي أرسل 124 نبي، أقول ليش مثلا 2 أو 3 من النبوة ما بعثهم بسر الزمان اللي مثلا العلم متطور، وخاطر نقدر نفرض الإنسان يسجل منهم حكيهم، لو خاطر بعد لا يقولون هاي الحديث ضعيف وذيك الرواية ضعيفة. وايد ممنون عني. حياك الله أخ ياسين، بارك الله فيك. الأخ علي أحمد من البحرين يقول في هناك مسلسل اقتراحنا في مخرج عراقي يحاول أن يعمل مسلسل للرد على مسلسل الذي ظهر أخيرا عن الإمامين، واسم المسلسل هو السقيفة، ويجسد أبو بكر وعمر وماذا فعل من تحريف في الدين، فما هو رأيكم الشرعي بهذا المسلسل؟ يعني إن تم بالفعل فسيكون علامة على تطور الشيعة وتحررهم من بعض الأفكار البالية التي تقيدهم وتمنعهم من الانطلاق الحركي التبليغي المنشود. إن شاء الله يتحقق، وإن شاء الله لا يكون مجرد إعلان، وإنما تكون هنالك خطوات حقيقية على الأرض في هذا الشأن. أما من الجهة الشرعية فإن لم نقل بالوجوب وجوب مثل هذا المسلسل من باب الدفع ورد الباطل ومجابهة الباطل، فلا أقل من الاستحباب المؤكد في هذا الشأن، فهو عمل مبارك إن شاء الله تعالى، فيه تبصير للأمة، وليعمل ذلك المخرج ومن أعلن عن هذا المسلسل عملهم، وليجتهدوا في ذلك إن شاء الله، وإن شاء الله يكون الأمر جديا. اتصل، وقبل أن نأخذ سؤال الأخ اللي اتصل وخلى سؤال في الكنترول، نأخذ سؤال أبو ياسين
اللي يقول في سورة التوبة لما نناقش البكرية ونأتي على الآية رقم 10، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يقولون أن من هذه ليست تبعيضية ولكن تبيانية، فما رأيكم برد البكرية على هذا الموضوع؟ سواء قلنا بأن من هنا للتبعيض أو لبيان الجنس، فعلى كلا الفرضين لا يلزم من ذلك الحكم بإيمان جميع المهاجرين والأنصار والسابقين الأولين منهم، أو بامتناع أن يرتد أحد منهم. قل له بكلمة واحدة، هذه الكلمة قلها له تنسف كل معتقده. قل: ألم يكن عبيد الله بن جحش من السابقين الأولين أم لا؟ الإجماع على أنه من السابقين الأولين، ممن سبق إلى الإسلام، وكان من المهاجرين للحبشة، وهذا رجل الإجماع على أنه قد ارتد وتنصر في الحبشة، ولذا بانت عنه زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، وتزوجها النبي صلى الله عليه وآله إثر ذلك. هذا أمر عليه إجماع واتفاق، لا أحد يستطيع أن ينكره، والرجل من السابقين الأولين، وها هو أنت قد رأيت بأنه قد ارتد فيما بعد، فإذا لا يمتنع أن يرتد أحد من السابقين الأولين. وهذا الذي نحن نقول، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مصك مفتوح، لابد أنه يبقى على الإيمان إلى آخر لحظات حياته، يكون مقامه في الجنة. أما إن نافق أو بدل أو انقلب على عقبيه فهذا في جهنم وبئس المصير. وهذا الذي نحن نقوله في الطغاة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، كما يقال في عبيد الله بن جحش مثلا. شيخنا، نأخذ اتصال من الأخ أبو جسيم من فرنسا. السلام عليكم. انقطع الاتصال. نعم، ان شاء الله يتصل مره ثانيه الاخ. في سؤال حق ابو ياسين، سؤال ثاني، اللي يقول فيه: الله ارسل الانبياء، يعني الاف الانبياء، ولماذا لم يرسل النبي في هذا الزمن، هو زمن التطور، حتى ندون ما يقولون ولا يصير خلط في الأحاديث وتكذيب لكلام الأنبياء؟ يعني أولا، إن الله لا يسأل عما يفعل. الله عز وجل هو أعرف بالحكمة وبمصلحة البشر، فلذا لما يحرم البشر في حقبة زمنية ما من وجود نبي ظاهر فيهم، فهذا لا شك أن المصلحة والامتحان الإلهي والابتلاء الإلهي يقتضي ذلك. ولئن كان قد حرمهم من نبي فلا أقل من وصي، من حجة موجود في الأرض ظاهر أو مستور. وأنت قد رأيت أنه مثلا في زمان تطور العلوم كان هنالك بعض الأنبياء وكان معرضا عنهم تطور العلوم بالنسبة إلى تلك الأزمنة. لقد كان المجتمع الذي في بلاد الرافدين في تلك الأزمنة كان يعتبر حضارة في القمة، وكان فيها التدوين، وكان فيها الكتابة، وكان فيها الرسم، وكان هنالك الأنبياء صلوات الله عليهم هنالك. مع ذلك لم يلتفت أقوامهم إليه. المجتمع الذي ظهر فيه موسى عليه السلام كان مجتمعا متحضرا متعلما كاتبا، وكذلك لم يلتفتوا إليه، ووقع الدس والتلاعب في تعاليمه من بعده. في زماننا الإسلامي كذلك، إن قلت بأن ظهور النبي صلى الله عليه وآله كان عموما في مجتمع أمي، إلا أنك لا تستطيع أن تنكر أنه في الأزمان التي تلت ذلك، أي في مع بداية القرن الثاني، كان هنالك تطور واضح في
يعني في الثقافة الإسلامية وفي التحضر والتمدن الإسلامي، المدارس الإسلامية انتشرت، أصلا التلاقح مع الحضارات الأخرى كثر، وكان الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم موجودين، كانوا موجودين الأئمة الاثنى عشر أي ظاهرين أعني قبل زمان الغيبة، مع ذلك لم تلتفت هذه الأمة لهؤلاء وأعرضت عنهم وما كتبت عنهم شيئا يذكر إلا الثلة المؤمنة المخلصة الشيعة الذين أحدقوا بهم. المشكلة ليست في إرسال النبي، يعني حتى لو افترضنا اليوم مثلا أنه نفترض هكذا على سبيل الفرض أنه لم يكن محمد صلى الله عليه وآله آخر الأنبياء والمرسلين وخاتمهم، وإنما كانت النبوة ستستمر حتى في زماننا هذا، لو افترضنا أنه هنا نبي موجود ظاهر واضح، لكنت ترى أيضا المجتمع البشري مع كل هذا التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي معرضا عن هذا النبي. القاعدة هي هذه، أنه كلما الله عز وجل يرسل نبيا المجتمع الإنساني يعرض عنه مع الأسف الشديد، ويصر على الغي ويصر على الكفر والضلالة. فإذا القضية لا يلام فيها الله عز وجل والعياذ بالله أنه لماذا لم ترسل نبيا في هذه الحقبة، وإنما الملام هم البشر في واقع الأمر، وإلا المجال مفتوح الآن لو البشر اجتمعوا على المهدي من آل محمد عليه السلام فإنه يظهر ويخرج للناس علومه ويعلمهم ويكشف لهم أنه كل ما كان لديهم من علوم إنما هو حرفان، يأتي بسبعين حرفا آخر مما كان خافيا عنهم، أي يأتي بسبعين بابا في الواقع من العلم، سبعين علما هكذا عبر، هذا حرف كناية عن ميدان العلم وباب العلم واتجاهه. المشكلة هي فينا، المشكلة هي في البشر لا في شيء آخر. أحسن سمع شيخ، ناخذ اتصال من الأخ سيد حسن من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخو سيدنا، تفضل بس الله يخليك. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، اخفض على التلفاز اللي عندك الله يخليك، خليك معي على الهاتف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدنا تفضل. شيخنا سيدنا لو سمحت، لو سمحت الصوت يعني سيدنا لو سمحت الله سيد سيدنا لو سمحت بس اخفض على التلفزيون وخليك معي على الهاتف لو سمحت. تفضل. نعم. قول رسول الله من الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن هوى ان هو الا وحي يوحى. نعم. اذا رسول الله بشر مالك بن النويره بأهل الجنه. نعم. فكيف هؤلاء الكفره يقتلونه ويحرقونه ويدعون انه مرتد؟ نعم. 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 أحسنت شيخنا هذا السؤال. أحسنت بارك الله فيك. ناخذ أبو أسعد من الحجاز. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نعم. كيف حالكم مولانا إن شاء الله؟ أسلم على الشيخ العزيز ياسر الحبيب. حياك الله. وأسأل الدعاء وأرجو أنت أستاذ عبد الله الدعاء. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سؤالي هو كيف خرجت الشيعة من مصر بعد ما كانت مصر بلد شيعة؟ الآن اختفت الشيعة من مصر. وعلى فكرة يقولون صلاح الدين الأيوبي كما يدعوهم أن انتظر وأخرجت الشيعة من مصر ويقدر يخرج الشيعة أيضا من العراق. حياك الله أخوي أبو أسعد، إن شاء الله نصل سؤالك. ناخذ أبو عبد الله من برمنغهام. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأعمالكم كل عام وأنتم بخير. الله يسلمكم. عظم الله أجوركم بوفاة أبو طالب مؤمن قريش. عظم الله أجورنا وأجوركم. تحياتنا إلى سماحة الشيخ جزاه الله خير الجزاء، بارك الله فيه. حياك الله. الله يخليكم.
حقيقة سؤالي هو يعني تقريبا مو في صلب الموضوع، ولكن هو في حول موضوع أيضا هي ما تسمى بالصحابة. بالتاريخ يعني كتب كتاب التاريخ وكذا، هنالك ما يدعون أنه زواجات، الزواجات في أيام الجاهلية، من ضمنها زواج الرهط وغيره وغيره، وكان نتاجها عمرو بن العاص وغيره من بعض ما يسمى بالصحابة. فالسؤال هو هنا الزواج، يعني إطلاق كلمة زواج، فهل هذا يضفي عليها بعض الشرعية؟ احنا نعرف انه هذا كان انحراف في الجاهلية، فهم إطلاق سمة الزواج على هذه المؤسسات، هل هو إضفاء بعض الشرعية حتى لو لم تكن من الله عز وجل، ولكن شرعية عرفية هذا يضفون إلها بعض هذه الشرعية حتى تكون إنه يعني بالتداول تكون زواج متعارف عليه في أيام الجاهلية، وهؤلاء هم نتاج عمرو بن العاص ومعاوية وغيره وزياد بن أبيه وغيرهم. هذا أولا. ونفس المسألة هي متعلقة، نرى أن بعض الخطباء المنبرية يسقطون في هذا الفخ ويسمون هذه الحالة أيضا بالزواجات في أيام الجاهلية، وأنا عندي بعض المحاضرات لبعض المشايخ القدماء والحالين أيضا يسقطون بهذا الفخ، فأحب من سماحة الشيخ أن يوضح لنا هاي، جزاه الله خير الجزاء. وأنا عندي حقيقة عندي فد يعني شلون أقول رد، إذا يسمح لي سماحة الشيخ طبعا بعد إذنه. بس أخي عبد الله باختصار رجاء، لأن في تفضل في خدمتكم إن شاء الله. أنا الرد مالتي هو دائما أنا ألاحظ أنه بعض المتصلين من الذين يحسبون على التشيع والشيعة أنهم يطالبون الشيخ بفتوى، هل عنده فتوى من أحد المراجع، ولماذا السب ولماذا الشتم. أنا حقيقة أقول لهؤلاء، أقول لهم يعني كفاكم، كفى هذه المسألة اللي بعد ما إلها داعي ولا إلها معنى حقيقة، أصبحت فتشي من غير معنى. يعني المفروض أن هم يبحثون على مسألة أفضل لمذهبهم لعقيدتهم لأشخاصهم، زين، فكافي من هذه أنه دائما جيب لنا فتوى أو لماذا السب لماذا الشتم. إذا هم ما كانوا يملكون هذه الجرأة فخلي غيرهم هو يملك الجرأة، هو يتصدر هذه المسألة. وشكرا جزيلا. أحسنت، بارك الله فيك. الله تحياتنا إلى سماحة الشيخ المجاهد، بارك الله بكم. الأخ أبو سيد حسن من العراق، حياكم الله. نعم، يقول أن مالك بن نويرة رضوان الله عليه كان من البشرين في الجنة، فقتلوه هؤلاء ولا يعني يعترفون بأن الصحابة قتلوا الصحابة وهذا من المبشرين بالجنة. يعني أولا هم لا يقولون أنه كان من المبشرين بالجنة، يعني هو ليس من ضمن هؤلاء العشرة المبشرة، هذا أولا. ولكن من ناحية صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله، وحيث أنه على أصلهم أن كل من صاحب النبي صلى الله عليه وآله لا مقطوع بأنه في الجنة، فإذا هنا يقعون في إشكال كبير، أنه كيف قتل هذا الرجل، وكيف قتله خالد بن الوليد وزنى بامرأته في نفس الليلة. فحتى يبرئ ساحة سيف الشيطان المسلول خالد بن الوليد، وحتى يحفظوا ماء وجه مذهبهم، نسبوا إلى مالك بن نويرة رحمه الله بأنه قد ارتد، واختلقوا قصة مكذوبة عليه، مفادها أن الرجل يعني لما تكلم مع خالد بن الوليد قال هو صاحبكم وليس بصاحبنا، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وآله وأمثال هذه الأمور. ولكن لا يخفى أن هذه القصة قصة منحولة موضوعة مكذوبة، أصلا تفوح منها رائحة الكذب والواضع، كما هو ظاهر يعني أقل متأمل يتأمل في تلك الروايات ويرى ردود الفعل التي جرت بعد هذه الحادثة. فلو كان الرجل مرتدا فعلا لما اختلف المسلمون في قضية
مقتله ولما قام أبو بكر ودفع الدية لأخيه، وهذا إقرار منه بأنه كان مسلما ولا يستحق القتل، وإلا لا تدفع دية لكافر مرتد. فعلى أي حال لو كان أيضا مرتدا لما اعترض عمر بن الخطاب نفسه على خالد بن الوليد على ما صنع. فعلى أي حال هذه قصة منحولة مكذوبة يراد بها تبرئة خالد فقط من هذه الجريمة القذرة التي ارتكبها، لأنه كان يهوى امرأة مالك بن نويرة وكانت توصف بحسن وجمال. فهذا إشكال يتوجه إلى أهل الخلاف وعليهم هم أن يحلوه، وطوال 1400 سنة إلى الآن ما حلوا هذا الإشكال. سمعت شيخ في كما لم يحلوا غيره. نعم. من الإشكال كما لم يحلوا الإشكال التي طرحته في بداية البرنامج، لا أحد يتقدم للدفاع عن صحابتهم كما يزعمون، يعني عندهم صحابتهم كل ليلة. هذا وضعنا كما ترى أنه نعرض الإشكالات ونقدم البيانات ونتكلم ونقول يا جماعة ماكو عدالة صحابة، وبخاريكم كاذب، وهذا صحيح وضعيف تاريخ الطبري، هو كتاب متهافت سخيف مليء بالأكاذيب وبالانتقائيات، ولا نسمع ردا من أحد. لا. اللي هم يتصل منهم يتكلم في موضوع آخر، سمعت الشيخ في الشرق ويتكلم في الغرب. نعم، وبالعكس تحصل أن هم عندما يطرحون شبهة بسيطة في قنواتهم الوهابية تحصل أخوان من الشيعة المجاهدين الصراحة يتصلون عليهم، يعني أبي بس محاورة علمية بينهم، لا يغفلون التلفون أو ما يخلون النقاش، حتى إذا مسكين يبي يكمل حديثه ويقول رواية ما يخلونه يكمل الحديث، نص الرواية يقطعون عليه يقولوا لا 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 لا. يعني فعلا دين متهافت. أنا الحمد لله الحين كل شيء مكشوف على الفضائيات وعلى التلفزيون، أبي البكري البسيط البكري العادي يشوف يقارن قنواتنا كيف نعطي مساحة من الحرية للاتصالات ونناقشهم ونرد عليهم رد علمي، وينظرون إلى قنواتهم هذه التهريجية شلون أن الأخوان يتصلون من البسطاء ويغفلون عليهم السماعة ولا يناقشونهم أصلا، مع أن يذكرون لهم روايات من أحاديثهم. هذه النقطة أحب ألفت نظر البكريين لها. عندنا الأخ أبو أسعد من الحجاز اتصل وقال أن هناك التشيع كان في مصر، كيف يعني هجر التشيع مصر واختفى من مصر مع أن كانت مصر شيعية ودولة فاطمية؟ يعني أولا كتصحيح مهم لجميع الإخوة الأعزاء، الدولة الفاطمية لم تكن دولة شيعية، كانت دولة إسماعيلية. نحن لا نعترف بإسلامية أي طائفة إلا طائفة الحق الإمامية التي أقرت بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله في تعيين 12 إماما معصوما، أولهم علي وآخرهم المهدي صلوات الله عليه أجمعين. وكذا لا نعترف بشيعية أي طائفة وإن نسبت نفسها إلى التشيع غير طائفة أهل الحق، هذه الطائفة الإمامية الاثني عشرية. فالزيدية يسمون أنفسهم شيعة ونحن لا نقر لهم بذلك، الإسماعيلية يسمون أنفسهم شيعة ونحن لا نقر لهم بذلك، البترية يسمون أنفسهم شيعة وكذلك نحن لا نقر لهم بذلك، وكذا سائر الطوائف حتى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل السنة في الصيحات الأخيرة لهم إذا كنت تسمع يقولون نحن الشيعة الحقيقيين ونحن لا نقر لهم بذلك، بل لا نقر أنهم أهل سنة أساسا، كيف يقولون أهل سنة وهم يخالفون السنة يبتدعون ويعملون بالبدع بصراحة
يجيزون ويمضون البدع كالطلاق البدعي مثلا، وبعد ذلك يزعمون أنهم أهل سنة النبي. كيف يكونون أهل سنة النبي وهم يتبعون إماما الذي هو عمر إمامهم كان يرفض سنة النبي؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. هذه سنة أراد النبي أن يلقيها إلى أصحابه في رزية يوم الخميس. عمر رفض ذلك وقال: لا، حسبنا كتاب الله. فإذا عمر رفض السنة. أنت يا من تتبع عمر تقول أنا من أهل السنة، أنت واهم متناقض، لأن إمامك رفض السنة، فعليك إما أن تتبع السنة فتدوس على إمامك هذا لا تجعله إماما لأنه رفض السنة، وإما أن تتبع إمامك هذا فترفض سنة النبي وتقول أنا من أهل الكتاب لأن عمر قال حسبنا كتاب الله فنحن أهل الكتاب. صار واضح؟ هذه مسألة. فإذا تسمية الدولة الفاطمية بالدولة الشيعية هذه تسمية خاطئة، هذه تسمية خاطئة. نعم، كانت الدولة الفاطمية دولة ذات تراث شيعي، ذات تراث شيعي. لماذا؟ لأنه هذه فرقة منحرفة عن التشيع لكن أصولها ماذا؟ أصول شيعية. كذلك سائر الطوائف، نستطيع أن نسمي الطائفة البكرية وغيرها أنها طوائف ذات تراث إسلامي، بمعنى أنها ترجع إلى أصول إسلامية وإن كانت قد شذت وانحرفت وذهبت يمنة أو يسرة. هذه ملاحظة جديرة بالانتباه. أما أنه كيف تحولت ولم يبق للشيعة فيها أثر، أولا علينا أن نفهم أنه غير صحيح أنه لم يبق للشيعة فيها أثر، كلا، وإنما بقى للشيعة فيها أثر، وهم الحمد لله الآن في ازدياد ويعودون من جديد للتشيع ولدوحة التشيع لآل محمد عليهم السلام. ولكن بعد حملة التطهير الطائفية البشعة التي ارتكبها الخائن المتعامل مع الصليبيين لا كما يصوره المساكين من أهل الخلاف من أنه كان بطلا وحرر القدس، خراء وأكاذيب وسخافات، قضية مقايضات صارت. صلاح الدين هذا أعطى فلسطين كلها للصليبيين وأخذ القدس، وثم بعد ذلك حتى القدس هم راحت لأنه وزع هذه الدويلات على أبنائه وإلى آخره. قضية مفصلة في يعني الكتب التاريخية، من أراد فليرجع إلى كتب المحققين في هذا الشأن، وهنالك كتاب لطيف لأحد البحاثين المدققين في هذا الشأن وهو السيد حسن الأمين بعنوان صلاح الدين الأيوبي، ما له وما عليه، مضمون العنوان الكتاب هكذا، من شاء فليراجع. وهذا الكتاب تحدى به كل من يدافع عن صلاح الدين أنه يعني يدافع عنه ويرد هذه الإثباتات التي أثبتها عليه، فلم يستطيعوا وظلوا على التهريج وإلى آخره. هذا صلاح الدين، هذا اللعين الخائن، هذا كان رجلا ناصبيا بامتياز، قام بحملة تطهير، كل من كان شيعيا قتله وكل من كان إسماعيليا قتله إلا أن يعلن ما يسمى التسنن. الأزهر أساسا، هذا الأزهر أسس يعني وسمي بالأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ولما أسسته هذه الدولة الفاطمية جعلت فيه لكل مذهب الحق في أن يدرس فقهه فيه، فجعلت للشوافعي مقعدا أو منبرا، وللأحناف وللمالكية وللحنابلة وللإسماعيلية وللإمامية وللزيدية وحتى للظاهرية على ما أتذكر. وكان هنالك جو علمي ومساحة من الحرية لا بؤيس بها. ولكن لما جاء صلاح الدين أراد أن يحمل الشعب المصري كله على مذهب واحد هو مذهبه الذي يعتقد به، وهو ما يسمى اليوم بالتسنن، أي البكرية العمرية العائشية.
فمن رفض كان له السيف، فقام بحملات تطهير. ولهذا تراجع شأن الشيعة في مصر، لأن معظمهم قتلوا، والبقية التي يعني ظلت منهم كانت قد تخفت بأسماء بأنها تنتسب لمذاهب أخرى. ثم مع مرور الزمن وضياع حقهم في أن يدرسوا أبنائهم وأجيالهم اللاحقة، الأجيال أيضا ابتعدت أكثر فأكثر عن التشيع. لكن الذي يخفف الوطأ الآن أنه بحمد الله تعالى نشهد في مصر ثورة عقدية إيمانية جديدة. نشهد الآن أن أهل مصر يعودون إلى التشيع بشكل عجيب، لا عوامهم فقط وإنما أكابرهم من أساتذة الأزهر، من شيوخ الأزهر، ولنا اتصال مع بعضهم بحمد الله تعالى، وها هم ينتقلون إلى التشيع ويعودون إلى دوحة الولاء لآل محمد صلوات الله عليهم، ويجهرون بالبراءة بشكل عجيب وغريب، يعني لا نكاد نشهده الآن في سائر المدن والأمصار الإسلامية الأخرى. لا أدري إن كان الإخوة مثلا ملتفتين إلى هذا الخبر الذي نشرته الصحف المصرية قبل ربما شهرين ثلاثة أشهر، أنه أستاذ في الأزهر قام بعد صلاة العشاء في إحدى المساجد وهتف أو جاهر بالنيل من عائشة ومن أبي بكر بنفس الكلام الذي نقوله نحن، أنه هؤلاء يعني أبو بكر كان صاحب مقابر جماعية، وعائشة كانت خائنة للنبي صلى الله عليه وآله مدانة من فوق سبع سماوات. نفس المنطق ونفس الألفاظ قرأتها أنا في هذه الجرائد أو الصحف المصرية. فهذا كله يبشر بالخير، وأظننا سنجد إن شاء الله قريبا أن الشعب المصري تعود أكثريته إلى ولاية آل محمد عليهم السلام. وهذا هو الذي يفسر هذه الغضبة وهذه الفورة التي لمشايخ الطائفة البكرية أو بقايا أبناء عائشة في مصر، فإنك تجدهم منفعلين جدا ويهاجمون المد الشيعي ويهاجمون بزوغ نجم الشيعة في مصر، وأنه أين الأزهار وأين وأين وكذا، كل ذلك لإحساسهم بأن التشيع بدأ يتغلغل من جديد، وأن يعني هذا الشعب الآن شعب المصري شعب مثقف وشعب متعلم، لا يقتنع الآن بهؤلاء المشايخ والقصاصين والمهرجين الذين يظهرون على الفضائيات ظاهرة فضائية هذه فقط، وإنما يريد الكلام العلمي الموزون المبرهن المستدل، وهذا لا يجده إلا عند الشيعة. ولذلك من الطبيعي جدا أنه يستقبل التشيع أكثر لأنه يرى فيه الحق. أحسنت شيخنا. نأخذ اتصال من الأخ أبو كرار من الدنمارك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي أبو كرار، تفضل. سؤال للشيخ بلا زحمة. تفضل. بالنسبة لما يسمى الخليفة الثاني، نعم، هو أسلم عمره فوق الأربعين سنة. نعم. هل كان يعني مسوي ختان؟ يعني هل كان مطهر ولا متى ظل بدون ختان؟ نعم، هل كان مطهر؟ زين بعد. أيوة أنا بلكت تسألنا شيخ بها. ان شاء الله. عندك سؤال ثاني حبيبي؟ حياك الله. والله عمر، هو عمر وينه وينه السوالف. زين شيخنا ناخ ابو عبد الله، يعني بالله عليكم انا ايش عرفني انه هذا الرجل الان مختون لو ما مختون، مطهر ما مطهر، انا ايش عرفني شيخنا؟ ما ادري هو يمكن، ولكن عمر بشكل عام يعني كان كتلة نجاسة يعني، يا ختان يا بطي. الله يضحك سنك إن شاء الله أخ أبو كرار. زين أبو عبد الله يقول في الجاهلية هناك عدة زواجات بمختلف الأسامي وفي مختلف المسميات، نتج منها عمر بن العاص وغيره، فهل هذه الزوجات تعتبر شرعية في الإسلام؟ وكما تطرق إلى أن بعض الخطباء في المنبر الحسيني يصفون هذه الزوجات بأنها زوجات أيام الجاهلية، فهل تعتبر فعلا زواجات؟ يا
يعني لا شك أنها في شرع السماء ليست يعني زيجات صحيحة. والذي نبه عليه الأخ هو أمر في محله، لأنه في اللغة القديمة كانت تسمى هذه أنكحة الجاهلية، ما كانت تسمى زيجات الجاهلية. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق أن النكاح هو في الأصل هذه اللفظة، هذا اللفظ موضوع للمباشرة، يعني للمباشرة والممارسة ذاتها، ثم بعد ذلك أطلق هذا اللفظ على يعني العقد الذي يؤطر هذه الممارسة بإطار شرعي. هذه المسألة ينبغي أن يلتفت إليها، ولذلك يقال عقد النكاح هكذا. الذي كان يسمى في الجاهلية أنه نكاح كذا، نكاح كذا، نكاح كذا، هاي الأنكحة التي كانت لديهم، والتي كانت هي في الواقع عبارة عن مجموعة من العلاقات السفاحية والعلاقات الزنا وإلى آخره، والتي تولد منها أمثال عمر وعمر بن العاص ومعاوية، هؤلاء كلهم اشترك فيهم يعني مجموعة من الآباء. فإذا قلنا هذه يعني إذا سمينا الأمر بالاسم الأصلي له نكاح كذا هو أمر صحيح، لكن نسميه زواج كذا هذا أمر مستحدث، وكأنه يشعر بإكساب شرعية ما لتلك الأنكحة الباطلة التي هي في حكم الزنا والسفاح. الملاحظة في محلها، وإن شاء الله ينتبه لها الخطباء. أحسنت شيخنا. في أول شيء نأخذ اتصال من الأخ أبو علي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله ألف خير. ما أدري عندي بس سؤال، إذا ممكن بأنه الشيخ يقدر يجاوب عليه. ما أدري، تفضل. بس حبيت أعرف إذا ممكن بأنه الشيخ يقول لنا بأنه المن يقلد. نعم، بس هذا سؤالك؟ اي والله، جزاكم الله الف خير. حياك الله معنا. ونسالكم الدعاء يا شيخنا. ممكن تجاوب سماحة الشيخ؟ جزاكم الله الف حياك خير. الله حياكم الله، ادعو لكم ان شاء الله تعالى. نعم، لقد نبهنا اكثر من مره مع قطع النظر عن اجابتي الحرفيه على هذا السؤال، فإنه إذا كان الأخ يريد من وراء هذا السؤال أن يسأل عمن نوصي بتقليده، فقد قلنا أكثر من مرة أن الذي نوصي بتقليده هو سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي أدام الله ظله الشريف، فهو الأعلم الأعدل في نظرنا. أحسنت سماحة الشيخ. في أخ اتصل وخلى سؤال عند الكنترول فحبيت أنقله، اللي يقول لما بعث الرسول صلى الله عليه وآله أبو بكر لتبليغ أبي بكر لتبليغ أن لتبليغ آية براءة أعتقد، فنزل جبرائيل بالنفي، ألا يعني هذا سقوط عدالة أبي بكر؟ هذا العزل الذي كان بأمر من الله تبارك وتعالى لأبي بكر، كانت الحكمة أو الرسالة الموجهة من ورائه إلى عموم المسلمين أن أبا بكر ليس مؤهلا لأن يقوم بوظيفة تأدية سورة واحدة وتبليغ سورة واحدة، ليس مؤهلا لمثل هذا، فكيف يكون مؤهلا للتولي على المسلمين؟ يعني إذا لم يكن مؤهلا لهذا الأمر البسيط، فكيف يكون مؤهلا لذلك الأمر الأعقد والأكبر والأضخم؟ هذه هي الحكمة من وراء ذلك، وإلا مجرد التأدية، مجرد التبليغ لا يشترط فيه أن يكون الإنسان عادلا بالأصل. نعم، المكلف الذي يشك
في أن هذا المؤدي صادق أم لا، عادل أم لا، هو الذي عليه أن يبحث، هو الذي عليه أن يفحص في عدالة هذا المؤدي، صدقه ووثاقته. أما من ناحية أن أصل تكليف هذا المؤدي بالأداء بالتبليغ لا تشترط فيه العدالة، فليكن هذا واضحا. إنما الغرض من عزل أبي باكر كان بالأصل هو إيصال هذه الرسالة للمسلمين. أحسنت سمعت الشيخ. نأخذ اتصال من الأخ سيد حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سيدنا، تفضل. الله. أقدر أوضح، أتمنى من إخواننا اللي نقول إخواننا السنة يسمعون هذا الكلام، بأن أبو بكر وأبو بكر أبو بكر وصف رسول الله بأنه عجل، وصف بالعجل. راح يسألون شلون وصف بالعجل، عنده وفاة سعد بن معاذ رضوان الله عليه، عدم لسنة رسول الله، فبكى رسول الله بكاء شديد، فسألوا يا رسول، قال لو أنه كان من بعدي لما اتخذتم العجل من بعدي. إذن أصبح الوصف بالعجل، أبو بكر اتخذوه خليفة هو عجل، يعني سموه رسول الله بالعجل. فسألوا الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد، قالوا له كيف، من هو العجل؟ قالوا دعوا الأيام. إذن أبو بكر هو ليس بخليفة ولا يصبح بخليفة، ولكن القمع اللي يستعملوا مثل هسه اللي جاي يستعملوه بالبحرين، واللي يستعمله قدام حسين في العراق، واللي يستعمله حسن مبارك في مصر، هاي مصر العريقة، هاي مصر الشرف، مصر الأقصى، يعني هم هاي اللي أثروا واللي هيجي بحيث أذوا المذهب الشيعي وأخذوا حقوق أهل البيت سلام الله عليهم. وشكرا. أحسنت سيد حسن، مشكور على مداخلتك. ونأخذ اتصال من حيدر أبو صادق. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم، ملعن أعداءهم. السلام عليكم سيد الأخ حيدر أبو صادق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. رمضان كريم ومساكم الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية، حياك الله أخوي حيدر. الله يحليك. سؤال بسيط، ورد في كتاب زينبيات لمكارم الشيرازي. نعم. في استدلال بعض المخالفين يردون علينا في أحكام المتعة، منها يجوز للأرملة أو المطلقة الابن الكبير أن يداعب أمه. أي يداعب أمه، فهذا مفهوم الرواية لمكارم الشيرازي كتاب زينبيات صفحة 77، حيث أهل الثلاث استدلوا بهاي الرواية. أنا أوصلها وأختمها من الشيخ، وجزاكم الله ألف خير الجزاء، وآسف على الإطالة. حياك الله. في أمان الله. حياك الله. ناخذ اتصال من أبو صالح. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الو، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا عبد الله، انا عندي استفسار شوي من الشيخ لو سمحت. اي تفضل. البارح انا كنت اتابع في ذي القناة الوهابية الصفا، وفي كان واحد من الاخوة المصريين عاملين معه مقابلة، وبعد الجدل الطويل ما بينهم نكر ذاك المقدم البرنامج وذاك خالد الصوافي عن وجود ان عمر في البخاري او في صحاحهم هو الذي قال ان الرسول يهجر. نعم. باول شيء. والشيء الثاني، في شخص اتصل من السعودية، من عندهم السعودية، اسمه علي سعد المشحوم، محروب اعرف ايش، يدعي بانه هو رسول الله حاليا في ذا الزمن. نعم. نريد رأي الشيخ لو سمحت في الموضوع هذا. إيه نعم. وشكرا. حياك الله. سمحت الشيخ، في ما بقي لنا تقريبا 6 دقائق على نهاية البرنامج، ممكن نجاوب على السؤالين حيل الأخوان. السؤال الأول اللي هو أبو صادق اللي يقول في كتاب لمكارم شيرازي
أن كتاب اسمه زينبيات وأحكام المتعة يجوز للولد الكبير مداعبة أمه، فممكن تجاوب على هذا السؤال؟ يعني أولا لا يوجد مثل هذا الكتاب أصلا، لا لمكارم شيرازي ولا لغيره، ولا توجد هكذا فتوى أصلا، وإنما هذه من تهريجات ومسرحيات طائفة أهل الخلاف، إذ يكذبون علينا وينسبون إلينا ما لم نقل. ونحن نتحدى أنه يأتون بهذا الكتاب المزعوم وهذه الفتوى المزعومة، مع أننا أساسا لا نعتبر ناصر مكارم شيئا، يعني أساسا، ونعتبره أساسا منحرفا. هذا من جهة. ولو كان الأمر هكذا، يعني أنا مرة أخرى دا أنصح طائفة أهل الخلاف أنه شوفوا بطلوا بعد، يعني بطلوا هاي الأكاذيب، هاي السخافات، هاي الأمور السخيفة. مرة طلعوا لنا واحد لله وللتاريخ يألف كتاب على أساس أنه من أعظم علماء النجف، اسمه حسين الموسوي، ويذكر في هذا الكتاب تفخيذ الرضيعة وما أدري شنو من هالسخافات هاي مالتكم، والآن هم تطلعون لنا زينبيات، وباشر الله العالم شنو تطلعون لنا وتقولون لنا هاي الأمور السخيفة هذه؟ هذه بطلوها ترى، يعني هذه تفضحكم، هذه تبين عند أهل الخلاف، عند أبنائكم، أنه أنتم شقد مذهب مهزوز سخيف متهافت ضعيف، اللي يحتاج أن يكذب مثل هاي الكذبات المفضوحة. يعني إذا كان الأمر هكذا، يعني حقيقة إحنا لا نتنزل أنه نرد عليكم بالمثل، وإلا باكر نقدر ندعي أنه لا، ألفت أكو كتاب اسمه عائشيات، وشوفوا بعد فضايح، يعني رضاع الكبير وما رضاع الكبير، وأصلا ما نذكر فيه إلا الحق. يعني نذكر أنه كيف عائشة كانت تطلع تزين نفسها وتلبس فستان أحمر وتتجمل وتزين، وتأخذ معاها هم أيضا جارية حسناء من جواريها تتشوف بها في سكك المدينة، وتقول لعلنا نصطاد شباب قريش. هذا موجود في مصادركم الصحيحة المعتبرة، اقرأوا مصنف ابن أبي شيبة مثلا وغيره من المصادر. نقدر احنا نسوي هكذا، ونقدر ننسب هذا الكتاب الى واحد من علمائكم اللي قبروا او ما اشبه، لكن نحن نتنزه عن مثل الكذب. احنا مذهب عظيم، احنا دين عظيم، ما نحتاج انه نقوم بمثل هذه السخافات والترهات. نحن نحاججكم بالدليل والبرهان. تجون انتم تطلعون لنا انه زينبيات، وللرجل ان يلاعب ويداعب امرأته امه كذا، شنو هاي السخافات؟ تريد الحق؟ تريد أنه من الذي يجيز، مو أن يداعب أمه، أن يطأ أمه بشرط أن يلف إحليله بخرقة فلا حد عليه؟ هذا يقوله إمامكم الأعظم أبو حنيفة النعمان، اقرأوا في فقهه وأنا أتحدى. أبو حنيفة يفتي أنه إذا ولد لف إحليله أي ذكره بخرقة ووطأ أمه في صورة العقد فلا حد عليه، يعني أي واحد يروح ياخذ واقي ذكري ويروح يطأ أمه لا حد عليه في فقه أبي حنيفة النعمان الفقيه الأعظم والإمام الأعظم. يعني إلا تخلونا في شهر رمضان إحنا نتكلم بمثل هذا الأسلوب وبمثل هذا الكلام الذي يتقزز منه حياء الإنسان، لا تخلونا نطلع الخياس والفضايح. هذه مسألة. المسألة الثانية شنو كان السؤال؟ سؤال آخر؟ السؤال الآخر في أخي تعقيبا على مداخلته، أنه هو بس شاف في قناة أمس، قناة من قنوات البكرية، أن ذكروا أو اعترفوا بأن عمر قال عن الرسول صلى الله عليه وآله أن الرجل يهجر، كما لديه مداخلة بأن هناك رجل فيما يعرف بالسعودية دعا أنه رسول الله حاليا. في ما بقي من الوقت سماحة الشيخ، ما بقى إلا دقيقة تقريبا، باختصار إن شاء الله. يعني أنا لا تعليق لدي على هذا الكلام، يعني هذا يكفي فقط في إثبات أن هؤلاء القوم ليسوا بمسلمين. يعني ما داموا يصححون كلام عمر أنه يتهم النبي صلى الله عليه وآله في قدراته العقلية، يشكك أنه في كامل قواه العقلية،
وبهذه الجسارة والفظاظة والوقاحة، ويقول إن الرجل لا يهجر، حتى ما يقول إن النبي لا يهجر مثلا، إن الرسول لا يهجر، يقول إن الرجل هذا يهجر، هذا يخرف، ولا يرون بأسا في مثل هذه الكلمة. فمعنى ذلك يعني أن القوم حقيقة بعيدون أبعد ما يكون عن الإسلام. وأما الأمر الآخر أنه هنالك من ادعى النبوة الآن في الجزيرة المحمدية أو الجزيرة العربية، فهذا أمر معتاد بين الحين والآخر، يخرج بعض المعتوهين ويدعون أمثال هذه الأمور. نشكرك على تواجدك معنا وإجابتك على الأسئلة، ونحييك إن شاء الله، وكلمة أخيرة توجهها للمشاهدين. أسأل الله تعالى أن يوفقكم جميعا لما يحب ويرضى، وأنصح المؤمنين في هذا الشهر الكريم بأن يواظبوا ويكثروا من قراءة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر حتى يروا العجائب كما ورد في الأحاديث الشريفة، ومضمونها إن من يقرأ هذه السورة المباركة 1000 مرة في كل ليلة فإنه في ليلة القدر يرى العجائب أو يسمع العجائب. وقد كان أحد العلماء قد واظب على ذلك، فكشف الله عز وجل بصره في ليلة القدر، واستطاع أن يرى هبوط الملائكة وتنزلها على صاحب الأمر عليه السلام في نقطة ما من الأرض دون أن يرى شخص صاحب الأمر عليه السلام. تتنزل وتنزل الملائكة على إمامنا صلوات الله عليه من كل أمر، وغشي على هذا العالم الجليل. لعلكم توفقون إلى مثل هذا وترون الحق بعيونكم إن شاء الله. بسم الله. أحسنت سماحة الشيخ، بارك الله فيك، وما بغي لي إلا أن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.